وقفوهم إنهم مسؤولون. مجتمعاتنا يا عباد الله تئم من هذا الشر، ولهذا عندما تجدون أن الله عز وجل أنزل علينا البلاء والفتن والكوارث والمشاكل والمصائب، والله إن الله لحكم عدل، ما ظلمنا، لا ظلم دولة ولا شعبا، لا في القديم ولا في الحديث، حكم عدل يعاملنا الله بذنوبنا فيعاقبنا على بعضها فقط. خطبة الداعية محمد للقائد العذيمي حفظه الله ألقيت في مسجد الخليل بتاريخ 21 من شهر ربيع الآخر لعام 440,000 الهجرة، وإليكم المادة المذكورة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الناس، إن الله تبارك وتعالى موقفنا بين يديه وسائلنا، فما عسى يكون الجواب. قال الله عز وجل: وقفوهم إنهم مسؤولون. وقال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فيا عباد الله، إذا كان السؤال أمام الحي القيوم لا مفر منه ولا مناص، فلا بد من إعداد العدة اليوم للجواب عما يسألنا عنه المولى تبارك وتعالى. ألا وإن مما يسألنا عنه ربنا عز وجل بين يديه، يسألنا عن أهالينا، زوجاتنا، أولادنا ذكرانا وإناثا، عن كل من نلي أمورهم من الرجال أو النساء. جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، إلى أن قال في آخر الحديث: ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وروى الإمام النسائي في السنن رحمه الله تعالى وغيره
من حديث أنس رضي الله عنه صححه الألباني رحمه الله في الصحيحة قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله سائل يوم القيامة كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. انتبه أيها الأب، انتبه يا عبد الله، انتبه يا أمة الله، إننا مسؤولون. إن لم نسأل في الدنيا فإننا مسؤولون غدا بين يدي رب العالمين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولعظم مسؤولية التربية، تربية الأولاد والبنات خاصة في زمن الفتن والغفلة والشهوات ووجود أصدقاء السوء من الرجال أو النساء، في زمن الدشوش والقنوات والشاشات والهواتف والجوالات، كان لابد أن يتذكر الآباء والأمهات عظم المسؤولية. وقد قص الله عز وجل علينا قصة ذلك الأب الصالح، إنه لقمان، وسميت سورة في كتاب الله الكريم باسمه سورة لقمان. فقص الله عز وجل تلك الوصايا العطرة من ذلك الأب الشفيق الصالح يوصي ولده، هي وصايا يجب على كل أب مسلم وأم مسلمة أن يوصي بها أولادهم من الذكور والإناث. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأول وصية وصى بها لقمان ولده حذره من الشرك بالله، والشرك بالله هو اتخاذ ند مع الله، حيث يصرف العبد عبادة من العبادات لغير الله من دعاء أو ذبح أو نذر أو توكل أو رغبة أو رهبة أو حلف أو تعليق تمائم أو حروز أو حصون أو ما أشبه مما حرم رب العالمين. والعبد الموحد دائما قلبه متعلق بالله، الأب الصالح يعلق قلبه وقلب أولاده وبناته ومن يعول بالله الحي القيوم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فترى الأب والأم الصالحين يوصيان الأبناء والبنات بتوحيد الله ودعائه والنذر له والذبح له والحلف به وغير ذلك من أنواع العبادات، وقصد وجهه وابتغاء مرضاته بصلاة وصوم وزكاة وحج وغيرها من سائر العبادات. وكما قال رب العالمين محذرا من الشرك أكبره وأصغره، قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فيا أيها الأب الموحد، رب ابنك وبناتك على التوحيد. أيتها المرأة المسلمة الموحدة،
رب أولادك وبناتك على توحيد الله تعالى وإفراده بكل أنواع العبادة الظاهرة والباطنة. أيها الناس، ومما ذكر الله عن لقمان في وصاياه لولده حين قال له: يا بني إنك إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. لقمان يحذر ولده من أن يتهاون بأي ذنب أو بأن يستقل أي طاعة، فيقول له: يا بني إن فعلت طاعة أو معصية بقدر حبة الخردل وهي صغيرة جدا، لو وضعتها على يدك وسقطت ربما لا تراها بصغر حجمها، إن فعلت طاعة أو معصية صغرت دقت ضعفت، تجد الطاعة يوم القيامة مع ثوابها والمعصية يوم القيامة مع عقابها. إن الله لطيف خبير، أي لطيف مدرك للأسرار، عالم بالخفايا والضمائر لا تخفى عليه خافية. يقول الله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ويقول الله تعالى: يعلم السر وأخفى. ويقول الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الأب الصالح والأم الصالحة يسعيان في غرس مراقبة الله في قلوب الأبناء والبنات، يذكران أولادهما بأن الله رقيب على الأعمال، يعلم الشرائر والظواهر والضمائر، يعلم الأعمال قبل كتابتها وقبل التفكير فيها. فاحذر يا بني على نفسك، فإذا وقر في قلوب الأبناء والبنات الخوف من الله ومراقبته ستجد ولدك وابنتك يقومان بما أوجب الله عليهما من الأوامر ويتركان النواهي خوفا من الله. ستجد ولدك وابنتك من المصلين، ستجد ولدك وابنتك من الصائمين التي لكتاب الله وصي الأرحام برين بالآباء والأمهات، ستجد ولدك وابنتك من التاكلين تاركين المحرمات من غيبة أو نميمة أو سباب أو شتام أو لعان أو أكل ربا أو غيرها. ستجد ولدك وابنتك قد تركوا النظر الحرام، فلا قنوات ولا دشوش ولا مشاهدة لأفلام الخليعة أو الصور العارية. ستجد ولدك وابنتك قد ترك ما كان قد تعود عليه، إن كان قد تعود على الأمور المحرمة، هذا إذا بذلت الجهد في تربيتهما على طاعة الله ومراقبته والخوف منه وخشيته. ذكر ولدك وبنتك: يا بني يا ابنتي، الله يقول: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. يا بني يا بنية، إذا هممت أو هممت بذنب أو معصية تذكر وتذكري أن الله يراك ويراك، وأن الله عز وجل مطلع على الأعمال صغيرها وكبيرها دقيقها وعظيمها. فاحذر يا عبد الله واحذر يا أمة الله من أن تكتب بالصحف نظرات محرمة وأمور منكرة، فإن الله عز وجل غيور ولا أغير من رب العالمين. جاء في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما خطب خطبة الكسوف، لما كسفت الشمس في عهده ولم تكسف إلا مرة واحدة، جمع الناس وصلى بهم، وبعد الصلاة خطب ثم قال: يا عباد الله، ما من أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو من أن تزني أمته. الحديث
فذكر بعض أهل العلم على أن ما يحصل من كسوف أو خسوف أن هذا قد يكون بسبب الفواحش والأمور المنكرة التي قد تحصل، منها ما قد يكون سرا ومنها ما قد يكون علنا، والله تعالى غيور، فإذا غضب اشتد غضبه وأنزل عقوبته فلا يستطيع أحد من العباد أن يرد عقوبته كائنا من كان. أيها المسلمون، فيربى الأولاد والبنات على مراقبة الله عز وجل وعلى خشيته وتذكر عظمته، وأن يقدر العباد الله عز وجل حق قدره، وما قدر الله حق قدره. وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وآل بيته وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس عباد الله، من أعظم ما يربى الأبناء والبنات عليه أن يربوا على تقوى الله عز وجل ومراقبته، مع تفقدك يا أيها الأب لأولادك وبناتك. والأولاد والبنات نعمة من الله وفتنة واختبار، فالله عز وجل قد جعل الخير والشر فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ومن الناس من يكره البنات خشية العار، يخشى أن تحدث ابنته شرا في المجتمع وأن تجلب له سمعة سيئة فيصبح كارها للبنات إذا رزق البنات. قال النبي عليه الصلاة والسلام حديث عقبة بن عامر عند الإمام أحمد صححه الألباني الصحيحة: لا تكره البنات فإنهن المؤنسات الغاليات، لا تكره البنات فإنهن المؤنسات الغاليات. كم من رجل كبر سنه وضعف بدنه فلم يجد من أبنائه من يعتني به إلا بنته أو بناته، جعل الله في البنات شفقة وحنانا ورحمة ربما لا يجدها الناس عند الأولاد الذكور إلا من رحم الله، ممن أصبح بارا متقيا يخاف الله. فبناتك أمانة في ذمتك وفي عنقك، ربك سائلك عنهن يوم القيامة. يحتاج الأب إلى أن يتفقد أولاده عموما وبناته خصوصا. زمننا كثرت فيه أنواع الشر، قديما كان التلفاز قناة قناتان، جاء الدش العادي ثم جاء الدش المطور ثم بعد ذلك بعد هذه الدشوش المطورة 300 قناة 400,000 قناة، جاءت هذه الأجهزة وهي الجوالات، وكم هدمت هذه الجوالات من أخلاق، كم من ضيعت من شباب، كم نبذت من القيم، كم أفسدت من مجتمعات، كم من شاب كان على خير وصلاح واستقامة ومع مر الأيام أين فلان ترك المساجد، وفلانة على خير واستقامة ما لها فلانة، قالوا كذا وكذا. والسبب هواتف أصبحت كدشوش متنقلة في الأيدي والجيوب، يذهب الرجل ويأتي والهاتف معه، وتخرج المرأة من البيت وترجع والهاتف معها، وأصبحت وسائل الشر سهلة للصغير والكبير، واتساب تويتر ماسنجر إلى غيرهم البرامج التي يتواصل بها الناس، وأصبح الشيطان يسهل على الناس التواصل والشرور، نبعت واستشرت في أوساط الأمة. فلا بد أن تنتبه، انتبه أيها الأب، عندك بنت في البيت وولد قلب، لا مانع قلب هاتف بنتك، هاتي يا ابنتي الهاتف فيه رمز، فك الرمز افتح الرمز وانظر ما الذي يحمله هاتف ابنتك، ما الذي في جوفه، كم من هواتف فيها الشر والبلاء. والله
لأن تحمل ابنتك ثعبانا أو حية في حجرها خير وأهون من أن تحمل جوالا فيه الأفلام الخليعة الداعرة التي تدعو إلى الزنا والسفاح والعياذ بالله. قل لهاتف ابنتك انظر ما الذي فيه، قل لهاتف ولدك انظر ما الذي فيه. ذكر لي أحد الإخوة قال رجل في مجلس مع بعض الشباب طلب منهم مرة أن يضع كل واحد منهم هاتفا ولا يمسكه، ويأتون بالهواتف إليه من أجل أن ينظر هو ما فيها، ولا يقفلون الهاتف برمز ولا يمسحون ما فيه. والذين في المجلس ما واحد منهم رضي أن يقدم هاتفه لغيره. لماذا؟ فيه ما فيه من الشر والبلاء والصوى العارية والعياذ بالله. طيب يخشى الواحد من الفضيحة أمام مجلس فيه 150 أكثر أقل، كيف بالفضيحة أمام الله يوم القيامة؟ كيف بالخزي أمام رب العالمين حين تبدو الصحف وفيها ما فيها من نظرات محرمة لأفلام قذرة وأفخاذ عالية وأجساد بالية والعياذ بالله؟ استطاع اليهود والنصارى أن يسعوا في إفساد المسلمين، فاستطاع اليهود والنصارى أن يوصلوا الدعارة والزنا عبر الهواتف والجوالات والشاشات والقنوات. من كان يظن أنه يمكن أن يرى اليهودي والنصراني وهو يفعل الزنا أو اللوطية في زمننا هذا؟ من كان يظن؟ إلا عندما وصلت هذه الأفلام والمقاطع دشوش وعن طريق الهواتف، فأصبح الشر عظيما في أوساط الأمة. ذكر ولدك يا بني اتق الله، يا ابنتي اتق الله. الله يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال الله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. اعلم أيها الأب الكريم أن النظر كما قاله العلم بريد الزنا أي رسوله، ولذلك الله تعالى ربط بين النظر وبين الفرج، لأن أول الزنا نظرة وبعد النظرة كلمات ثم مراسلات ولقاءات، وبعد اللقاء شر وبلاء. وكم من أناس ممن لا يخافون الله تعالى ممن قد يحصل منهم أن يراسلوا بعض النساء في بعض الأماكن أو المجتمعات فتحصل الأمور المنكرة والعياذ بالله. مجتمعاتنا يا عباد الله فإن من هذا الشر، ولهذا عندما تجدون أن الله عز وجل أنزل علينا البلاء والفتن والكوارث والمشاكل والمصائب، والله إن الله لحكم عدل ما ظلمنا، لا ظلم دولة ولا شعبا لا في القديم ولا في الحديث، حكم عدل يعاملنا الله بذنوبنا فيعاقبنا على بعضها فقط. وكما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فتش هاتف ابنتك، رأيت فيه شرا امسح أو امنع عنها الهاتف. خرجت ابنتك تفقد، أين تذهب؟ مع من تجلس؟ من صويحباتها؟ من رفيقاتها؟ ولدك؟ من أصحابه؟ من رفقاه؟ اسعى في حمايتهم من الشر قبل أن تموت وتلقى الله عز وجل وقد ضيعت الأمانة الملقاة على عاتقك. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كثير من الآباء يظنون أن تربية الأولاد والبنات صرف عليه، أكله، شربه، إذا كبر ذوقه، هذا الذي عليه. لا ينصح ولده بالصلاة، الأب مصل والأولاد قطاع للصلاة، ما ينصحهم ولا يوجههم. ابذل جهدك في تربية أولادك على التوحيد والصلاة، ذهبت المسجد خذ من أولادك من كان من هو بالغ وألزمهم بالصلاة، مروا أولادكم بالصلاة بسبع بلاء سبع، واظلمهم عليهم بلاء عشر وقبلهم في المضاجع، كما جاء عند الإمام أبي داود هل سبر رضي الله عنه وصححه الألباني رحمة الله عز وجل تخشاه وغيره من أهل العلم. ربي ولدك على الصلاة وتعظيمها، ربي ولدك أيها الأب الكريم على مراقبة الله عز وجل والخوف منه، ربي ولدك على تجنب المحرمات من أغاني ومعازف، هذه الأغاني التي هي من أسباب الزنا. حتى قال بعض أهل العلم كابن القيم رحمة الله عليه لو كانت المرأة تحمل أو تحبل من شيء من غير زوجها لحبلت من الأغاني،
لماذا أقول هذا الكلام؟ لخطورة الأغاني. الأغاني دعوة إلى السفاح والزنا والحب والغرام والعشق والهياب. من أين تعلم الشباب كلمة العشق والمراسلات؟ الأغاني وما فيها من الشر والبلاء. تجنب ولدك الأغاني والمعازف والملاهي والدشوش والقنوات. لا تقل أنا واثق من ولدي، أنا على ثقة من ابنتي. الثقة هذه جعلها جانبا. تابع أولادك، تابع بناتك قبل أن يقع الفاس في الراس. فوالله إن هناك مجتمعات، وفي بعض البلاد هناك مجتمعات من الآباء من لم ينتبه لأولاده أو لبناته إلا ويد بعد ذلك سمعة بعض بناته قد لطخت عن طريق ذئب بشري راسل ابنته ولاقاها وربما فعل فيها ما فعل الشر والبلاء أو أقل القليل احتضانات وقبولات. هذا بعد المراسلات عن طريق الواتساب وغيرها من وسائل التواصل. تحذر يا عبد الله، احذر. كلنا بحاجة إلى أن نفتش جوالات بناتنا، والعاقل هو الذي جنب ولده الجوالات الجديدة. إذا كنت تحتاج إلى جوال لابنتك اعطيها جوالا عاديا، لا صور لا كاميرا ولا شيء، فقط اتصال، اتصال فقط. نعم والله كان الناس على خير قديما ولله الحمد، جوالات عادية. وأما الآن كلما تطورت المجتمعات أحدث هذا التطور شرا في أخلاق المسلمين وعقيدتهم ومبادئهم والعياذ بالله. وتأمل ماذا حدث الدشوش والقنوات في ملابس النساء من التبرد والسفور والملابس الضغاطة والشفافة والملونة والمزهنقة والقصيرة وغيرها من الملابس التي ترى عندما تخرج بعض النساء إلى الشوارع والمدن. نعم، ولذلك الله عز وجل يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين. وكان الله غفورا رحيما. المرأة التي تخرج بحجابها الشرعي تحت الخروج غطت بدنها كله، ما أبدت عينا ولا كفا، سترت وجهها وسترت كفيها بالكفوف وقدميها بالشراب، لا يرى من بدنها شيء، هذه ما أحد سينظر إليها. ولكن عندما تخرج بعض النساء لبست ضيقا أو شفافا أو قصيرا أو ملونا ولبست كعبا عاليا وفرقعت به الأرض حتى تجذب انتباه الشباب والماشين في الطرقات، وربما كحلت عينيها ولبست برقعا على عينيها فأبدت العينين ونصفا من الأنف، ومع الأيام يتمدد البرقع فتبدي الأنف والوجه، والوجه أعظم فتنة في المرأة أيها المسلمون. فاحذروا، احذروا آباءنا إخوانا في الله. لا بد الإنسان من أن يعتني بأهله وبناته. لا أقول هذا اتهاما لأحد من الناس، فما أعرف أحدا. لا أقول هذا اتهاما لرجل أو امرأة، إنما هذه نصيحة وصية لأولا، فأنا أب عندي أولاد وبنات، وصية لإخواني المسلمين ثانيا. فإن الشر والبلاء موجود في كل مكان، لكن الشر يتفاوت مكان لمكان، وعلى قدر بذلك الجهد في تربية أولادك وبناتك وتقريبهم إلى الله وابعدهم عن الشيطان وسائله تكون بناتك وأهلك على خير عظيم. ولهذا أيها المؤمنون، روى محمد بن سعد بالطبقات أن المنذر بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه أهدى لأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، أهدى لأمه وقد بلغت 90 من عمرها، أهدى لها قطعة قماش من منطقة قوخستان بلد ما وراء النهر، وهي عمياء فقدت البصر، فلمست تلك القطعة من القماش التي أراد ولدها المنذر أن تكون ثوبا لها، لمستها بيدها وجدت أنها خفيفة، ثوب واسع لكنه خفيف، فردتها وقالت أف، ردوا عليه ثوبه، فردوا عليه ثوب، معنى ما قبلت. جاء الولد بنفسه قال يا أماه إنه لا يصف، أي ليس ضغاطا، ليس ضغاطا على بدنك. قالت يا بني إذا كان ليصف فإنه يشف، أي شفاف، صح ليس ضيقا لكنه شفاف، أي لو جاءت الريح أو الشمس يظهر ما خلف ما خلف ما خلفه من بدن المرأة وفتنتها. هذه امرأة كم سنها؟ ليس سنها بالعشرين ولا بالثلاثين ولا بأقل، إنها في 90 من عمرها. ماذا بقي معها من الجمال البدني؟ ربما قد أصبحت مجعدة الوجه
والبدن. ومع ذلك امرأة تربت في بيت أبي بكر رضي الله عنه خير الناس بعد الأنبياء رضي الله عنه. هذه تربيته. انظر الأب الصالح أبقى الله عز وجل حياة تلك البنت وتلك المرأة إلى 90 وقد عميت، لكن عمي بصرها ولم تعم بصيرتها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فحياء المرأة أعظم أعظم صفة فيها، وغيرة الرجل أعظم أعظم صفة في الرجال. ولهذا مجتمعات المسلمين يا عباد الله، يريد اليهود والنصارى وأعداء الدين أن يفقدوا من مجتمعاتنا الحياء عند النساء والغيرة عند الرجال. ولهذا عندما ترى الاختلاط في الشوارع والمستشفيات والمستوصفات والمحلات وغيرها، عندما ترى الاختلاط تقول ما هذا؟ حياء نزع من تلكم النسوة وغيرة نزعت من تلكم من أولئكم الرجال. وإلا فإن الرجل الغيور لا يرضى لابنته أو زوجة أمه أن تختلط برجال أجانب، والمرأة الحية ما ترضى أن تختلط برجال أجانب. وإن ظلت للشوارع تمشي بعض النساء بالشوارع، ربما تمشي بوسط الطريق تريد أن تخطب الناس، أما المرأة الحية فإنها إذا مشت تمشي يمنة أو يسرة، ما تمشي وسط الطريق. وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام في زمنه النساء يخططن بالرجال، غضب وصاح وقال: ليس لكن أن تحققن الطريق، أي أن تمشين بوسطه، عليكن بحافات الطريق أي بجانبيه يمنة أو يسرة. فكانت المرأة رضي الله عنها من عملها بهذه السنة يكاد أن يلتصق ثوبها بالجدار كما قال النبي رضي الله عنه وأرضاه، والحديث صحيح الألباني في الصحيحين. فنحن آباءنا إخواننا في الله من يسمع من الرجال والنساء أمانة عظيمة نلقاها على أعتاقنا أن نتقي الله عز وجل في أبنائنا وبناتنا قبل أن نقف أمام الله في ذلك اليوم حفاة الأجساد، حفاة الأقدام، عراة الأبدان، غير مختونين، يسألون الله عز وجل مما يسألون عن صلاتنا وتربية أبنائنا وبناتنا وأموالنا وعلمنا وغير كما يسألون الله عز وجل عنه. فنعوذ بالله من أن نفضح في الدنيا أو أن نفضح في الآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن ينفعنا وإياكم. نقول نسمع: اللهم نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أصلح المسلمين كافة يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح نساءنا وبناتنا وشبابنا ذكرانا وإناثا يا رب العالمين. أصلح أغنياءنا وفقراءنا، حكامنا ومحكومينا. اللهم استر علينا وعلى بناتنا ونسائنا إلى يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم لا تفضحنا لا في الدنيا ولا في الآخرة. اللهم لا تفضحنا لا في الدنيا ولا في الآخرة. اللهم لا تفضحنا لا في الدنيا ولا في الآخرة. اللهم أصلح البلاد والعباد. اللهم أصلح البلاد والعباد. اللهم أصلح البلاد والعباد. اللهم أصلح الديار ورخص الأسعار وجنب أهل اليمن وسائر المسلمين شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم أمن أهل اليمن جوا وبرا وبحرا يا رب العالمين. اللهم عليك بالمتآمرين على الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بالمتآمرين على اليمن واليمنيين. اللهم عليك بالمتآمرين على اليمن واليمنيين. اللهم عليك بالمتآمرين على اليمن واليمنيين من الداخل والخارج يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.